وقت المغرب ولحت نار وجيت يلم عليه في حطب فرقع فيه اللغم، فقعدت 3 ايام ما فطنتش نفسي فين. اللغم انفجر، شفت رجلي كده بعد اغمى علي، ما عادش صحيت اروح الا في المستشفى. وانا سرح مع غنمك كده في الجبل ناض فيه لغم، ما نعرفش يعني كما تقول كسرك راعي وني وجابوني البراني، وبعد براني سحبوني المضروح. اول ما قبضت 80 جنيه، وبعدها تم تسديد المرتب، هالوقت الواحد يقبض 160 جنيه، ما فيش عمل ولا في حاجه. طيب الله اوقاتكم. كانت جحافل ألمانيا النازية قد اكتسحت أوروبا، وهي الآن في طريقها إلى تطويقها وقطع الطريق عليها من الشرق من ناحيتنا من مصر. ينتهي بعض المؤرخين إلى أنه لو كان تيسر لها ذلك لربما كان العالم اليوم يتحدث اللغة الألمانية. لكن الأمور انقلبت فجأة على أرض مصر قرب العالمين عام 42، وكان الفضل في ذلك أساساً لحقول شاسعة من الألغام زرعتها قوات الحلفاء وسماها قائد قوات المحور فيما بعد حدائق الشيطان. في تعليقه على تلك الموقعة الحاسمة في تاريخ العالم الحديث كله، قال الزعيم البريطاني آنذاك وينستون تشرشل: لم تعرف بريطانيا نصرا من قبلها ولا هزيمة من بعدها. اليوم وقد مر على ذلك التاريخ نحو 70 سنة، لا تزال بطن مصر في ساحلها الشمالي الغربي تعج بملايين الألغام والقنابل والقذائف والأجسام التي لم تنفجر بعد. كل يوم يتساءل الواحد منها: أين ضحية هذا الصباح؟ ولا يمر وقت طويل قبل أن يتشوه وجه رجل، أو تفقد امرأة ساقها، أو تطير ذراع شيخ، أو يصاب طفل بالصمم. وفي الوقت نفسه يمر الزمن بطيئا مملا قارسا، ومصر التي توشك أن تجوع لا تزال عاجزة عن استثمار مساحة شاسعة من أراضيها، يجمع الخبراء على أنها يمكن أن تكون كما كانت من قبل سلة غذاء الوطن. من المسؤول عن ذلك؟ وإلى متى نموت ونتشوه كل يوم بلا ذنب؟ وإلى متى نجوع وخيرنا بين أيدينا؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها معنا اليوم السفير فتح الشاذلي، المدير التنفيذي لمشروع إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في وزارة التعاون الدولي. مساء الخير سعادة الشفير، أشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا في هذه الحلقة الخاصة عن هذا الموضوع الحساس الذي يمكن أن يتحول بسهولة إلى قضية قومية لو شئنا له أن يتحول إلى قضية قومية. أبدأ بالسؤال الذي طرحته في مقدمة البرنامج، من المسؤول عن ذلك؟ المسؤولون هم الذين تحاربوا، هم الذين تركوا مخلفاتهم بلا تنظيف، هم دول المحور ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ودول الحلفاء وعلى رأسهم المملكة المتحدة بريطانيا، وأيضا إلى جانب إلى حد ما نحن مسؤولون أيضا. طيب جميل أن حضرتك بدأت باعتراف يحمل نقدا ذاتيا سأعود إليه بعد قليل، لكن أريد أن أبدأ مع سعادتك بإعطاء يعني خلفية سريعة. طبعا مش هندخل في حصة التاريخ عن اللي حصل أيام الحرب العالمية الثانية، لكن الموقعة دي باعتراف من شاركوا فيها قلبت مسار الحرب العالمية الثانية على أرضنا، ولو لم يحدث ذلك على أرض مصر لم يكن لدينا هذا النظام العالمي الجديد. إيه اللي حصل بشكل سريع؟ كان عندنا يعني زي ما حضرتك ذكرت في قوات الحلفاء وقوات المحور، ياريت فكرة سريعة لأنه الناس بتعتقد أنه موقعة العالمين دي كانت يوم التقى فيه الجانبين وانتهى الأمر، فحضرتك يعني خير من يحدثنا قليلا عن هذه المسألة. هي معركة العالمين في الحقيقة كانت خلاصة لعمليات كر وفر استمرت قبل كده بسنتين بين الحلفاء، قبل سنة 42، قبل نوفمبر 42، لأن هي ده التاريخ الحاسم، الأسبوع الأول من نوفمبر 1942.
المهم ان الطليان الايطاليون كانوا يحاولون غزو مصر مرتكزين على وجودهم في ليبيا. ازاء فشلهم اضطر الالمان الى دعمهم. طيب علشان برضو نحط الناس في الصوره، قائد الالمان في ايامها اللي سمي بعد ذلك ثعلب الصحراء رومل، وكان في مواجهه قائد قوات الحلفاء. المواجهه دي حصلت بقى بطرفيا بعد معركه العالمين الاولى، لان اللي حصل ان الانجليز هزموا عند طبرق في يونيو 1942، وجري الجيش الانجليزي الثامن شرقا في اتجاه مصر. قائد الجيش الثامن كان يرغب في التمركز عند مرسى مطروح، ولكن القائد الاعلى للقوات البريطانيه في الشرق الاوسط قال له لا، ارجع لغايه العالمين. لو بصيت على الخريطه، عندنا الخريطه، يا ريت يا جماعه نحط الخريطه دي، خريطه اللي هو الخط اللي كان التقى عنده بقى الجانبين. ايوه زي ما موجود قدامنا على الشاشه. لو بصينا على الخريطه هتجد ان المسافه بين شاطئ البحر المتوسط وبين منخفض القطاره بتمثل مكان نموذجي لإقامة خط استحكامات اللي انت اشرت اليه في تقديمك. موجود على الخريطة طبعا، احنا نعتذر مشاهدينا بالخريطة باللغة الانجليزية، لكن لقيناها من ادق الخرائط الموجودة تحت خالص، اسمه زي مكتوب منخفض القطارة، قطارة ديبريشن او منخفض القطارة، وطبعا الخط بيمتد الى البحر المتوسط. وبالتالي انشأ البريطانيون خط استحكامات يرتكز في الشمال في الناحية اليمنى على الساحل المتوسط، وفي الجنوب على حافة منخفض القطارة. المنطقة الجنوبية اللي هي ناحية منخفض القطارة كانت حقول ألغام بريطانية شديدة الكثافة. يا جماعة ريت نحط الخريطة مرة تانية علشان نتخيل في أثناء كلام سعادة السفير. نعم، المنطقة الجنوبية كانت حقول ألغام أساسا، وأنا بقول هي دليل، هناك دليل تاريخي على كثافة الحقول البريطانية، وهو معركة علم حلفة، عندما توهم القائد الألماني الذاعس الصيت أنه يستطيع أن يخترق حقول الألغام في ساعات قليلة، يندفع شرقا 30 ميل بعد حقول الألغام ثم شمالا ليطوق الجيش التام، وهو كان مشهورا بعمليات الانتفاخ والتطويق. فعمل كده، نفذ عمل كده، ولكنه طلع النور عليه على قواته، ولم يكن قد تحرك اكثر من 8 ميل داخل حقول الالغام، وبالتالي اضطر انه يندفع شمالا من حيث وصل، فاصطدم بجناح القوات المدرعه البريطانيه وانفتحت عليه نيران جهنم، واضطر الى انه ينسحب. وطبعا احنا عارفين زي ما انا ذكرت في البدايه، حضرتك برضو من المفتونين بالكلمه اللي قالها وينستون تشرشل. انا حاططها في الويب سايت بتاعي. اللي ذكرنا بيها حضرتك، هو وينستون تشرشل قال كتير على العالمين، لان العالمين زي ما انت حضرتك تفضلت وقلت كانت نقطه يعني الافتراق عن تاريخ من الهزائم الى تاريخ من الانتصارات. اللي حصل في يونيو بعد ما بعد ان وصل الجيشان الى منطقه العالمين هو نوع من الحرب، حرب الاستنزاف، سميت بمعركه العالمين الاولى يونيو يوليو 1942. في اخر يوليو او اغسطس حاول رومل الالتفاف بالطريقه اللي انا اشرت اليها، وفشل نتيجه كثافه حقول الالغام اللي خلت قواته تتقدم 8 ميل بدلا من 30 ميل كما كان يخطط. وبالتالي بدأ البريطاني، غير البريطانيون قائد القوات في الشرق الأوسط، ثم غيروا أيضا قائد القوات في الجيش الثامن، وظهر مونتجومري. طيب في جميل. احنا اللي يهمنا طبعا، اللي يهمنا من كل القضية دي انه الألغام اللي اتبدرت في المنطقة دي كلها من غرب اسكندرية الى حدودنا مع ليبيا، انا عايز نعرف حجمها قد ايه،
وإلى أي مدى بتشكل خطورة، ويعني نقارنها إزاي بمناطق أخرى في العالم علشان نعرف بالضبط إيه الموجود عندنا؟ هو أنت إحنا بنقول ألغام اصطلاحا، لأن هو زي ما موجود قدامنا الأغلبية الساحقة من التلوث المميت في هذه المنطقة هو بالأجسام الغير بالذخائر التي لم تنفجر. الذخائر التي لم تنفجر نماذج منها حضرتك تفضلت وجبتها لنا، دي بعض من النماذج اللي الجيش المصري طهرها من هي دي يعني ما كانت موجودات بعض أهالي المنطقة أهدوها لي، إنما هي عينة من زي ما أنت شايف في قنبلة يدوية على الناحية اليسرى، وفي دانة، في دانات، ما دي الذخائر التي لم تنفجر. ممكن تصل إلى قنبلة طيران وزنها 2000 رطل، وممكن تكون ذخائر صغيرة 9 ملي مثلا. والألغام بتمثل 25% من الموجود. عندنا 75% ذخائر لم تنفجر تتراوح من 9 ملي فما فوق، وعندنا 22.5% ألغام مضادة للدبابات والمركبات، و 2.5% ألغام مضادة للأفراد. طيب الكلام ده مش احنا اللي قايلينه بس، وإنما هو تقديرات لشركة أمريكية شهيرة مشهورة على في مجتمع العمل المضاد للألغام اسمها رونكو. هذه الشركة أجرت دراسة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، قدرت أن حجم المخلفات الحربية الأجسام القابلة للانفجار في من بقايا الحرب العالمية الثانية هو 19.7 مليون جسم. الأمريكان قدروها بأكتر من كده لما أعتقد. دي الشركة دي. أنا بكلمك بقى الكلام اللي إحنا اللي القوات المسلحة المصرية بتردده. لأن في مصر في تلوث بالمخلفات الحربية في أماكن أخرى، إنما أنا معني باللي إحنا بنتكلم عليه الساحل الشمالي. في رقم وأعتقد الإحصائية موجودة عندنا بيقول إنه كان في 22 مليون، ده تقدير في أثناء أعتقد اجتماع قدم من خلال دراسة أمريكية في اجتماع في جنيف على ما أعتقد. هو في منتصف عام 95 الإحصائية اللي أنا بقول عليها دي هي اللي اتقالت فيما يخص الساحل الشمالي الغربي. طيب 19.7 مليون. أوكي، يبقى هي قدامنا الـ 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 الإحصائية يعني حصة مصر من الألغام مقارنة بقية الموجود في العالم، يعني في إحصائية أكثر من الخمس. أكثر من الخمس. أكثر يعني من حجم الألغام الموجود في العالم كله 102. 102 ده تقدير. 102 بس على فكرة هذه العملية 102 مليون. 102 مليون جسم. ألغام أساسا. ألغام هم ده تقدير للألغام والألغام المضادة لل إنما اللي إحنا بنتكلم عليه هو الأجسام القابلة للانفجار عموما. وللأسف في أماكن كلما نزعت ألغام بيظهر غيرها، وكلما نزعت مخلفات حربية، يعني مثلا ما يحدث في أفغانستان ما حدث في لبنان. في لبنان على سبيل المثال شهر يوليو 2006 أدى إلى وجود ملوثات قابلة للانفجار أضاعت مجهود 5 سنوات قبلها من التنظيف. فالمسألة دي احنا بنتحرك في دائرة مفرغة في كثير من البلدان. الواقع اللي موجود عندنا واقع فريد، وهو ان احنا عندنا حجم ثابت بنقتطع منه، كل عملية تطهير بنجريها بتنتقص من هذا الرصيد القاتل اللي موجود عندنا. طيب يعني سواء كان 22 مليون أو لا، عشان أدي لك الصورة بالكامل هم 19.7 مليون.